مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه خاصه من In the Driver Seat with دوبزل. بحلقه خاصه كمان معنا ضيف خاص، ضيف انا من اشد المعجبين فيه، كريم ديب. اهلا وسهلا فيك بIn the Driver Seat with دوبزل. نورت. اهلا بفؤاد، وانا اليوم كثير مبسوط اني انا معك ومع دوبزل، اللي اعتقد ما في حد في الامارات ما بيستخدم دوبزل، وحتى الناس تجي من برا الامارات يدوروا سيارات مستعمله. مثل ما عارفين سوق الامارات يعتبر من اكبر الاسواق العربيه للسيارات المستعمله، فدائما بيستخدموا دوبزل. فجدا سعيد اني معاكم اليوم دوبزل بايتك مع الباك جراوند الجميل، حاط لي مثري يا اخي فورشت كاربون وحركات. هيدي هي الجمال ما شاء الله، حلوه السياره جميل. انا مغرمين بالجيرمن كارز على فكره، بالسيارات الالمانيه وبالاخص بالبي ام دبليو. يا اخي سبحان الله، هيك يا اخي في سمام في وجوههم، بين من وجهك انك انت عاشق بي ام. ما هيك والله بين. حتى كثير بيقولوا لي انه انت بتحسك راكب بي ام. انا بلبنان عندي بي ام دبليو اكشلي. اوكي عرفت علي. كان عندي قبل الاي 46 وهلا عندي الاي 60 ال 320. حلو. وبدبي شو بتسوق؟ بدبي معي تويوتا 86. اوكي جي دي ام، جي دي ام فان كمان يعني بنفس الوقت، بس هيك كان افري داي درايفر از فيري جود. بعدين خلص انت تويوتا انت عارف، بس مو بال 86 بالسوبرا عندهم ماكينه البي ام دبليو يعني احلى غرامه بي ام، فانت شكلك بالطريق للسوبرا. بالضبط، دمجوا اكثر شيء بحبه يعني الريلايبيليتي تبع التويوتا بالبرفورمانس تبع بي ام دبليو، اعطوني سوبرا جديده. طب ليش بي ام؟ بتعرف اكثر شيء هذا السؤال كثير سالته، واحلى جواب لقيته انه بي ام دبليو والشركات الالمانيه بالاخص تجمع بين السبورت والرفاهية. يعني من السيارات القليلة اللي بتطلع بسيارات سبورت بتلاقيها فاضي، بتلاقيها ما فيها هالفخامة من جوا. تطلع بي ام دبليو بتلاقي الفخامة اللي انت بدك اياها، بتلاقي البلايند سبوت ديتكشن، اللين اسيست، كل الزوايا الجديدة، وبنفس الوقت سيارة سبورت وبرفورمانس وحلوة يعني. طب الناس تحكي لك يا اخي البي ام مو عملي يا اخي، بتعبك تشيك انجن ما بعرف شو بيسوي، ممزع الموضوع. انت جربت السياره وكم سنه تمتلك بي ام بلبنان؟ شو كان وضعها؟ من 9 سنين عندي بي ام دبليو. شوف انا برايي شو ما كانت السياره اذا بتعتني فيها صح هي بتعتني فيك. يعني طبعا اذا بدك تجيب بي ام دبليو هي ادق من غيرها بالسيارات، يعني سياره بدها تعتني فيها، بدها تعمل لها صيانتها على الوقت، بدها تغير لها زيت، حساسه صح. بس اذا بتعتني فيها صح السياره بتعتني فيك وبتعطيك البرفورمانس اللي انت بتحبه. يعني مذكر بالتسعينات البي ام دبليو كانت السيارة الوحيدة، حتى التابلو تبع السيارة شفت التورز الدرايفر، يعني كانت هي أكتر سيارة قريبة للسائق. بالضبط قريبة للسائق. طيب فؤاد، أنا اليوم عندي أسئلة عن دوبزل. كلنا بنعرف أو كثير من الناس تعرف دوبزل هو عبارة عن منصة أو موقع عشان أنا أبيع سيارتي. مزبوط. أو إذا أنا بشتري سيارة بدخل دوبزل بشوف الأسعار وبختار وكذا. صح. دوبزل وين الآن؟ أنا جيت اليوم عندكم على هذا دوبزل هاب، ما شاء الله أكثر من 25,000 متر مربع. صح. تقريبا مساحة عملاقة وسيارات وجكات وفحص وموظفين وشفت لوجو تسجيل. وين دوبزل اليوم؟ شوف، هي دوبزل الحل كانت، يعني هي إيكوميرس بلاتفورم لتعرض سيارتك أو أي شيء عندك، مش بس سيارات. بالسيارات بالذات صارت العالم تطلب إنه طيب أنا هيدي السيارة كيف بعرف إنه صاحب السيارة حط المعلومات المزبوطة؟ كيف بعرف إذا السيارة مسبوقة مش مسبوقة، فيها ليكس ما فيها ليكس؟ فجينا نحن قلنا طيب هات لنا نعطي شيء اسمه إنسبكشن ريبورت. فجبنا بروفيشنال انسبكتورز كلهم عندهم خبره بالسيارات ميكانيكيه او بيشتغلوا بار تي اي كومبريهنسيف او بشركات سيارات، قلنا خلينا نعمل فحص على السياره. كل سياره بتجي لعنا بتنفحص 120 نقطه اللي هو البيسك انسبكشن. طبعا اذا الباير بده اكثر في 240 نقطه كمان، المور دبث في كمبيوتر من تحت الشاسي كل شيء، بس ال 120 نقطه هو بيسك انسبكشن، بيفحص كل شيء، بيفحص البينت، بيفحص الانجن، الجير، يعني الاكثر شيء حتى التواير، بيوصل للتواير، البريكات، سسبنشن، بيفحص لك اياهم هون بشكل مبدئي اللي هو 120 نقطة. وبنعطيها لكل كاستمر بده يشتري السيارة. يعني قلنا طيب نحن كسلر انت بدك تبيع سيارتك، ما معك وقت، يمكن انت ما لك خلق تتصل عم بدقوا لك 50 100 واحد بالنهار. هذا اللي بصير معي فعليا. مو مالي خلق، بس انا الوقت عندي مشكلة الوقت. صراحة في كثير عالم عندهم هاي المشكلة بالذات، يعني مثلك انت كريم بتضلك مسافر ورايح وجاي وعندك تصوير. كل مره بلوكيشن، كل مره في دبي، مره في ابو ظبي، مره في الشارقه مثلا، فبيتصل لي زبون مثلا بده السياره بيحكي لي اجي اشوف السياره، بتطلع انه انا حاليا برا بعيد، فبعد ساعتين بقول لك انا والله مو فاضي. صح. فشو بيسوي بهالحاله واحد مثلي؟ بالضبط، كثير سهله. ما هي الفكره، نحن عم نجرب نسهل الترانزاكشن. فانت بتجي بتعرض مثل ما عملنا انسبكشن للسياره، نعمل انسبكشن للسياره، بناخذ لها صور، بنحط اذا بدك نحن نشتريها منك فينا نحن نشتري السياره كمان. شو الشروط؟ في شروط معينه؟ هلا طبعا لنشتريها نحن منك لازم تكون 2017 وطلوع، اقل من 100,000 ماشي. طبعا نحن ما بنعرض حتى ولا سياره مش دي سي سي سباكس.
كلها خليجي علي بالضبط. هلا اذا اقل من 2017 كمان بناخذها بس بتصير اوكشن بلاتفورم. اوكشن فصار عندك اوكشن. طيب مين مين اللي بيشتري الاوكشن؟ طبعا كيف مين هم؟ نحن بنحطها على الـ على الـ الويب سايت عندنا وبيعملوا بيدنج عليها وبنعطيك الهاي سبيك. خلينا نحكي بلاتفورم خاص غير اللي احنا بنشوفه ككاستمرز عاديين او كمستخدمين للموقع. في عندكم مثل بلاتفورم مخصصه لتجار سيارات؟ صح بالضبط. بيدخل بزايد على سياره معينه؟ بالضبط بزايد على السياره بنعطي الاوفر للسلر. هيدي اذا السياره اذا ما نحن ما اشتريناها منه. او ثالث اوبشن اللي هي انت بتخلي السياره معك بالبيت بناخذ كل شيء الريبورت عليها الانسبكشن الصور تبع السياره بنحطها على الويب سايت عندنا انسبكتد باي دوبزل. كمان هيدي على فكره في لها شروط يعني السياره اذا فيها ميجر ليك فيها شاس فيها ميجر بروبلمز بنقول لك نعتذر يا بدك تصلحهم او نحن ما فينا نعرض لك اياها للسياره لانه اليوم انا عندي ثقه كدوبزل فعم يجي كاستمر يشتري سياره فيها شاس ولا شيء اذا نحن تبين معنا بالانسبكشن ما يعني انت بتخرب سمعتك اللي عم تبنيها بالضبط. فنحن عم نجرب قد ما فينا نكون نعطي الكاستمر كونفيدنس حتى بال120 بوينت انسبكشن وبدك اكثر انسبكشن كمان فيك. فانت بالبيت لعندك عندي تيم سيلز كمان بيروح لعندك على البيت مع الباير بيلتقي بالباير بيفسر له عن السياره بيشرح له عنها بروفيشنال بيعرف معلومات السياره وعنده الانسبكشن ريبورت ولما يوصل بيشرح له عن السياره وانت بتكون عطيه سعر انا بدي هذا السعر على السياره من هون لهون. طبعا حتى سعر السياره نحن من ديفاينت يعني بنقول لك نحن فينا نعرضها من 55 ل 60 لانه هيدي حاله السياره بالانسبكشن تبعها هالقد بتسوى بالماركت. يعني بتنصحوا صاحب السياره او البائع يعني انه بالزبط. بافضل حلول حاولوا تجيبوا له افضل سعر. صح. طيب في حال انا قلت لك يا اخي انا ما بدي دائما رايح راجع عندكم مندوب مندوب زر وجايب لي معاه شره خلي السياره عندك. في فيك تعمل هذا الموضوع. في عندنا الدوبز اليارد اللي هي حوالي ربع ساعه من هون بتدفع فيه صغيره للباركينج وبنخلي السياره عندنا بتعمل لها باور فيتورني بالسياره كرمال اذا خلصنا نبيع على السياره ولا اسهل من هيك. وبس تخلص نبيع السياره بنحول لك المصاري لعندك او اذا فاينانس عندنا فاينانس بيشتغلوا على لو عليها قرض بنسكر لون. حلو نعم. طيب يا اخي انا محتاج سياره معينه. انا مثلا شخص رغيب. حلو. انا بدور على سياره معينه بس ما عم بلاقيها مو معروضه. هل في طريقه مثلا اجي انا اتواصل مع دوبزل لو سمحتوا في حال تم عرض عليكم سياره معينه انا تخبروني انا كمشتري؟ حلو. هلا نحن اكشلي نزلنا اوبشن جديد اسمه باير كونسيرج لهذا السبب لاسباب تانية. يعني انت حدا يمكن جديد بالبلد يمكن بدك حدا بدك نصيحه حدا بروفيشنال فبتدفع فيز صغيره لدوبزل بيكون معك حدا بروفيشنال لك مخصص يعني بتحكي معه بتقول له انا مثلا بدي ام 3 لونه ابيض كذا بيصير بتبع لك اياها لما نزلت او بيقول لك الريكويرمنتس تبعه شو هو بده بالسياره وبس تنزل عنا السياره او اذا موجوده بفرجيك اياها بيبعتك مع سيلز اختصاصي كمان لهيدي السياره يعني مساعد اسيستنت وبنعطيك الفري 3 انسبكشن ريبورت فري على الاول باكج وخمسه انسبكشن فري على ثاني باكج مع فري ادفانس انسبكشن. شيء حلو يعني مزبوط. انا كيف خطر ببالي الموضوع انت بتعرف بيجي شخص بيحكي لك يا اخي ادور ماستنج شيلبي 2014 خليجي نظيف فيك تلاقوا لي سياره ففكره حلوه والله. صح. طيب شو ايضا دوبزل غير هالقصص؟ طب في حال انتو خلينا نحكي اجا تاجر عنده 15 سياره كلهم حالتهم كويسه فوق ال 17 اشتروا منه؟ هلا بدنا نسعر كل سياره خاصه نحن قليل يعني التجار اجمالا بيحطوا سياراتهم عندنا على الويب سايت هن كلاسيفايد وبيعرضوا سيارات لحالهم عرفت لان في معامله خاصه للتجار ما هن على الويب سايت عندهم كلاسيفايد يعني اذا انت فيك تاخذ بندل مثلا فيك تاخذ اذا 10 سيارات وطلوع بيصير فيك تاخذ بندل على دوبزل بس مش مع دوبزل مش انسبكتد باي دوبزل لحالك بتحط السيارات بتبيعهم هنيك اكثر من انه يكون معنا لانه عندنا سكسس فيه على كل سياره بنسميها او كوميشن لما تنباع السياره بناخذها منه بتاخذها بالتاجر ناخذها من اللي عم يبيع السياره لما تنباع السياره. أوكي. تاجر اذا هن اجمالا تجار كل اغلبيه التجار عندنا بيحطوا سياراتهم بياخذوا بندل على دوبزل لانه هن بفضلوا يناقشوا على سعر سياراتهم هن بفضلوا شغلتهم هي بقول لك شغلتهم بالضبط عرفت علي نحن عم نشتغل صارت عم يعطوها لحدا ثاني ليعمل لهم يكون انترميديت ريمان ومين الواير. طيب انا ايضا الان خطر ببالي السؤال ليش دوبزل الان موجوده على السوشيال ميديا موجوده في هذا الشيء اسمه البودكاست شو السبب؟ هل هو فقط مواكبه الموضه ولا في ضروره لتوعيه ولا شو السبب ليش دوبزل موجوده على منصات البودكاست وعلى السوشيال ميديا؟ ليش انا اليوم ككريم موجود معاكم؟ بس عندي استفسار يعني هيك خطر ببالي. هلا نحن طبعا توعيه اكثر للعالم يعني في عالم بتسال اسئله كثير يعني حتى عملنا كنا عم نعمل فيديوهات شورتس انه
كيف بتغير زيت سيارتك، وين بتلاقي، كيف بتزيد مي لسيارتك، امتى ما بتزيد لمي، التسلاز، هل سيارات الكهرباء بتحتاج سيرفيس ولا بس هي بتاخدها وبتضلك رايح فيها وعلى السوفتوير بتعمل ابديت. فكل هيدي الاسئله صرنا انا طب ليه ما بنوعي العالم، عملنا دوبز البلوج كمان، في بلوج عن السيارات، شو في سيارات جديده نزلت بالماركت، خلينا نحكي عنهم، العالم انترستد تسمع ونحن بنحب نحكي، فواي نوت. يعني حاليا انت عم تحكي انه دوبز صارت عباره عن منصه متكامله، يعني مو بس انت بتبيع سيارتك، بتشتري سياره، بتبيع سياره، بتتعلم عن السيارات. صح، عم تنافسني انت هيك؟ لا لا، بدنا بعد. لا بمزح معك، نحن وياك عن جد نحن متعلم منك كريم اول شيء، يعني برافو عليك. والسيارات في جمعتنا اللي بيحكوا. صح، طب هي في حب للسيارات، هيدا عن جد في علاقه بين الشخص والسياره بتنشا. انا بحكي لك ايه، يعني حتى في ريل انتشر لزميلي صهيب بيحكي انه انا بعامل سيارتي كفرد من افراد عائلتي، يعني صح. بتكلم مع السياره فعليا، انا هيك انسان هيك. ولا صهيب ولا اعتقد حتى انت فاهم، انت بتتكلم مع سيارتك، بتواسيك، في علاقة لها عندي دوسه معينه لو سمحتي كذا، كونك تمام، تصلحي، لا تعطي، يعني انا بتكلم مع السيارة. صح، انا هيك. وعلى فكره انا في شيء ساكن في بيت معين، البيت هذا كنت انا كان لازم يكون في نافذه بتطلع على الباركينج. اوكي، ليش؟ لشوف اطمن عليها. انا عندي هي قهوه الصباح. اوكي انا فكر ناس اني ببالغ في الموضوع، بس انا فعليا ما ببالغ، انا لازم اول ما اجهز قهوه الصباح اوكي على الشباك هيك شايف سياره، بس هيك بستمتع. صح، ففي علاقه حلوه بين عشاق السيارات، وما بيعتبر انا ما بعتبر السياره سياره عاديه، مشان هيك انا لما جيت اليوم شفت عندكم انه ايش يشوف الواحد حاط سيارته مثلا ام 3، انه شفت العنايه بتاعته فيها بالسياره، انه واحد بيخاف على السياره بالاخر. صح طبعا، كيف انه والله اماكن باركنات مظلي ولا مو مظلي، يعني في طلب، انه كل شيء طبعا له رسومه، كل يوم بتدور كل فتره وفتره السياره، بينحط حط لها فيول، بتتحرك كرمال لما تضل مطرحها، كرمال ما يصير عليها شيء. يعني اليوم مثل ما كنت عم بقول لك، السياره بتعتني فيها، بتعتني فيك 100%. على سيره العلاقه بين السيارات، شو اول سياره كانت لك؟ اكيد اول سياره بيشتريها الواحد في علاقه بتنشا بينه وبينها. شريتها بفلوسي؟ ايه، اول سياره هذه هي كامارو 99. اوبا، بعدسات بسموه، بعدسات. هاي اول سياره شريتها بفلوسي. هيدي وين كانت؟ بدبي بالامارات. هاي كان لونها كحلي، نيفي بلو، سياره كنت شايفها فراري، يعني هاي السياره كنت شايفها فراري رسميا، يعني مزبوط، فما بنساها. قبلها بس مو انا شريت السياره، كانت يعني من الاهل، كان لومينا. لومينا، اوه لومينا، شيفروليه لومينا، حلوه جميله السياره. 2002. اوبا، يعني امريكي قريبي. على فكره انا كانت اول سياره كانت اشتريها للاهل، يعني كانت الاي 46، كانت 325 ل 2003 ام باكج. حلوه السياره، رائع الى الان شكلها حلو. صح، حلو البي ام، البي ام بس تضبط اللايتس وتحط له جنوط حلو وكذا، جنط حلو كذا، رنجات حلوه صراحه. جميل، طلع جميل. شو سيارتك القادمه؟ ايوه، انا هيدي في شيء اسمه بي 58 انجن، اكيد بتعرفه. انا ان الله راد سيارتي الجديده رح تكون بي 58 انجن. سوبرا ولا زد 4؟ ما هي مش بس هيك، ما هو هون الضياع انا فايت بالحياه. سوبرا، الزد 4، ال 440، ال 340، ال 240، كل هودي السيارات على موتور واحد اللي هو البي 58. سوبرا حلو، 240 حلو. انا بالنسبه لي تعرف الجمعه من حوالي الجمعتين اجت لعنا 240 شنايدزر. واو، هيدي بتجي للي ما بيعرف اعلى من الام 2، بتجي 414 حصان السياره، ومعدله من بي ام دبليو بالاوريجينال ورنتي عليها للسياره. ليه ما اخذتها؟ المايلج كان عالي شوي، عرفت علي؟ بس ديلي انت بدك اياها ديلي؟ انا هاي مشكلتي، انا بحب سوق سياره، انا بحب احلى شيء حل ديلي. السياره حل فلوسك استخدمها. يعني بالضبط بالضبط، فهيدا كانت طيب انه سوقها ديلي لهالسياره حتوصل 200,000 قريبا كثير، يعني فعلى هيك سياره بتخاف. فهمت عليك، بس بعدها براسي الله يرضى قريبا، يعني الله يرزقك بكل شيء حبيبي. ولك كمان. انا حاليا شغال على الـ انا F-150. شفت الموستانج اول شيء، الموستانج الجميل الشلبي طبعا، عندي الشلبي هاي، ما يعني ما بفكر ابيعها طبعا. اخر سياره كان موجود يعني اشرف عليها كارل شلبي، 2009 السياره، ولو مايلج وجي سي سي، فحافظ عليها يعني ديلي يوز سياره طبعا. والبروجكت شغال على F-150 توين توربو، يعني اوريدي حاليا السياره فيها 960 ويل. صح، هورس باور فوق ال1000 شوي. شفت السياره؟ لا، شكلها جميله جدا بالشكل، الشكل والبرفورمانس،
ويعني نشارك فيها ان شاء الله في بطولات مثل سويحان و... صح ورول ريس ان شاء الله يا رب الله يوفقنا جميعا. والمشروع القادم خلوه بعد الـ 50 نشوف شو بنشتري بالضبط اذا حصلنا ديل كويس من دوبزل. هيدي حسك عجبتك السياره؟ انا لا عجبتني بس باخذها ديلي يعني ما باخذها لتعديل. صح يعني بتكون تعديلات خفيفه جدا. هي 431 حصان السياره شكلها ممكن انتيك داون فيها صوت على فكره فيها لا لا عليها عليها اكزوست مو وكاله يعني بكون انا اير انتيك داون بايب تيون شيء خفيف تكون خفيف. استخدام يعني مزبوط بس ما انه عائلتي عم تكبر فشكلي محتاج السي في حاليا اشتري السي في اذا عقلكم بالديل ممكن ناخذ شيء حبيبي الله يخلي لك. شكرا كثير لك فؤاد كريم لا يمل يعني القعده معك انا فيه اقعد انا وياك لبكره واقعد احكي وانجوي افري مينيت اوف ات. تسلم لي. شكرا لك. شكرا لكم وبالتوفيق وفعلا اليوم تعمقت مع دوبزل اكثر بزيارتي لهالمكان الجميل. بيتك مثل ما كنت عم اقول لك دوبزل بيتك. اهلا وسهلا فيك. تسلم وبالتوفيق ان شاء الله ومن نجاح لنجاح اكبر لدوبزل صراحه. ويعطيكم الف عافيه وشكرا لكل حد تابع هذا الفيديو او سمع البودكاست وشكرا لجميعك.